شباب صبايا، أنا آخر فترة حاسس إنه أدائكم بالنازل، وصراحة هيك إحنا صرنا محتاجين فريق تدريب جديد. تفضلوا شباب. خير شباب الأمة، رحبوا معي بفريق الفشل، سوري فريق الجديد. ركزوا معهم منيح كثير وإن شاء الله خير. تفضلوا شباب. الله لا يصبحكم خير. طيب خطتنا الجديدة للعمل تعتمد على عنصر أساسي جدا مهم بيننا نحن كموظفين، ألا وهو الاحترام المتبادل. تمام. أما بالنسبة لاستراتيجيتنا فهي تبدأ من منطلق فكري ألا وهو أنه كل الشركات في العالم تعتمد على النجاح. يا خلينا مميزين يا اخي، خلينا نركز على الفشل. ليش الفشل؟ انت مال اهلك؟ مال اهلك؟ هاي معنا بالشركه؟ بنت مين هاي؟ خصم 20% من راتبك وممنوع تسالي، انت بتنفذي فقط. احسك عينك اسمع موظف فيك وجاي بالتارجت. هسه اترككم مع زميلي اعطيكم شويه معلومات تفيدكم. صح؟ وزعوا لي شده على كل مكتب لانه اخر شهر عندنا بطوله تريكس. تفضل. اعطيني كبش عشان اتفاهم مع الدكتور. السلام عليكم. اليوم جاي اعلمكم كيف تصيروا احسن موظفين في العالم ما بتلحقوا الديدلاين. واذا مشيتوا على النصائح اللي اعطيكم اياها اليوم هتلاقي حالك فجأة متكوم عليك 90 تاسك ومش عارف تحل. وهذا هو المطلوب. لنفترض انه اجاك تاسك صعب. بتنفذه؟ منه منك بنفذوش. بروح على البيت بقعد مع اهلي احسن من الوقت اللي هسوي فيه التاسك. ما انا هيك ماخذ نفس الراتب. افرض اجاك تاسك سهل. هتقول لي هعمل، اقول لك لا! ما بتعمل. انت اكبر منك تعمل هيك تاسكات. الشركة مش جابيتك عشان تعمل تاسكات سهلة. طب لنفترض انه اجاك تاسك على حسب قدراتك بالضبط. هقول لك مش هتتعلم منه اشي فما تعملهوش. زقف زقف منك يا شركة رخوة. المصاري صارت جاهزة. Mm.